أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، متقلبة الاتجاه إلى كوس اليوم مباشر، لكن ابتداء من يوم الاثنين متوقع أن ينشط الهواء الكوس، تصل سرعته 50 كيلومتر في الساعة، وأيضا أن تصل 60 كيلومتر في الساعة في يوم الثلاثاء. فرص الغبار وأيضا لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. السحب راح تستمر ويانا بين الحين والآخر، وأجوانا قد تكون غائمة جزئيا إلى غائمة خاصة في يوم الثلاثاء، وفرص الغبار حالة من عدم الاستقرار متوقع أنها تكون موجودة ويانا في يوم الاثنين والثلاثاء وتستمر إلى يوم الأربعاء. نتعرف على أجواءنا أكثر. حاليا أجواءنا غائمة جزئيا بعض الشيء على بعض المناطق مع عبور السحب بين الحين والآخر. رياح خفيفة السرعة إلى معتدلة بين الحين والآخر، 15 كيلومتر في الساعة، متقلبة الاتجاه إلى كوس، حاليا هي كوس. درجة الحرارة حاليا 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 28%، الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 10 كيلومتر. فرص طبعا للضباب مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية واردة، راح تكون موجودة ويانا، وأيضا على بعض المناطق داخل البحر. لذلك أتمنى من إخواننا الحداقة وأيضا الحاضرين من الشاليهات يديرون بالهم، فرص تراجع الرؤية الأفقية مع الضباب أو تراجع الرؤية الأفقية بعض الشيء على بعض المناطق الساحلية اليوم واردة. امتداد السحب وعبورها راح يستمر ويانا اليوم مباشر ولعدة أيام، وأجواءنا قد تكون غائمة جزئيا إلى غائمة بعض الشيء خلال الأيام القادمة. امتداد تأثير مرتفع جوي مستمر ويانا اليوم مباشر، لكن بإذن الله راح يتراجع هذا التأثير خلال الأيام القادمة، وراح نتعرف عليه بإذن الله بنشراتنا القادمة. مساء اليوم الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه إلى كوس، سرعتها من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، والبحر راح يكون خفيف الموج من 1 إلى 2 قدم. الرياح من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة راح تستمر ويانا حتى نهاية اليوم تقريبا، ودرجات الحرارة متقاربة في أغلب المناطق، تتراوح ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية في أغلب المناطق مع عبور السحب بين الحين والآخر. ومثل ما قلنا في فرص أيضا للضباب على بعض المناطق الساحلية. نتمنى من إخواننا مرتادين الطرق خارج المدينة خاصة صوب الشاليهات يديرون بالهم حتى ساعات الصباح الأولى. الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه إلى كوس، وسرعتها تتراوح ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة مع عبور لبعض السحب بين الحين والآخر. الأجواء الباردة راح تستمر ويانا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر، أما درجات الحرارة خلال فترة النهار متوقع أنها تزداد تدريجيا خلال الأيام القادمة، والاعتدال يميل إلى الدفء والحرارة بشكل ملحوظ خاصة في يوم الثلاثاء، وراح نتكلم عنه بعد شوي. مساء بإذن الله أو حتى ساعات الصباح الأولى درجات الحرارة تتراوح ما بين 7 درجات إلى 11 درجة مئوية في أغلب المناطق مع عبور السحب بين الحين والآخر. ومثل ما قلنا سرعة الرياح راح تكون من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، والبحر راح يكون من 1 إلى 3 قدم. بإذن الله نهار يوم الغد الأجواء معتدلة تميل للدفء، وقليلا راح تكون حارة خاصة خلال فترة الظهيرة. درجات الحرارة بوجه عام تتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة مئوية، وقد تصل إلى 27 و28 درجة مئوية. أجواء حارة خلال فترة الظهيرة نسبيا مع عبور لبعض السحب بين الحين والآخر، أجواءنا قد تكون غائمة جزئيا على بعض المناطق يوم الغد. والرياح راح تكون متقلبة الاتجاه إلى كوس، سرعتها من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وباشر خلال فترة الظهيرة البحر راح يكون من 1 إلى 3 قدم. مساء يوم الغد بإذن الله الرياح راح تتراجع شوي، سرعتها راح تكون من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة مع عبور السحب بين الحين والآخر، راح تكون متقلبة الاتجاه إلى كوس، وأيضا عبور السحب راح يستمر ويانا، ودرجات الحرارة مساء يوم الغد تتراوح ما بين 16 إلى تقريبا 18 درجة مئوية في أغلب المناطق. البحر باكر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. الفترة هذه من فترات الفساد، لكن نتمنى من إخواننا الحداقة يتابعون النشرات الجوية بشكل مستمر، وخاصة سرعة الرياح لارتباطها بارتفاع الأمواج، وننصحهم أيضا بتأجيل أي نشاط بحري ابتداء من يوم الاثنين. غدا بإذن الله المد الأول راح يكون الساعة 10:08 صباحا، والمد الثاني الساعة 8:05 مساء، والجزر الأول الساعة 3:35 صباحا، والجزر الثاني الساعة 2:12 مساء. المواقيت بإذن الله أذان الفير راح يكون الساعة 5:11، والشروق الساعة 6:31، والمغرب الساعة 5:34. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، باكر الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه إلى كوس، سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، عبور السحب راح يستمر ويانا بين الحين والآخر. درجة الحرارة العظمى متوقع أن تصل 27 درجة مئوية في يوم الأحد غدا، والصغرى 7 درجات مئوية. يوم الأثنين الهواء الكوس راح ينشط بشكل ملحوظ، وراح تكون سرعته من 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة مع أجواء غائمة جزئيا بعض الشيء. فرص الغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة واردة في يوم الأثنين. أتمنى منكم تأجيل أي نشاط بحري في يوم الأثنين، لأن ارتفاع الأمواج من 3 إلى 6 قدم وقد يصل إلى 7 قدم. فلذلك أتمنى منكم تأجيل أي نشاط بحري ابتداء من يوم الأثنين ليوم الأربعاء 28 العظمى، والصغرى 11 درجة مئوية. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة راح يستمر ويانا ليوم الثلاثاء، تصل العظمى إلى 35
30 درجة مئوية، أجواء حارة راح تكون في يوم الثلاثاء، الصغرى 13 درجة مئوية، الهواء الكوس راح يكون موجود في يوم الثلاثاء، يقلب بعدها إلى الشمالي الغربي، ونشاط ملحوظ في الرياح في يوم الثلاثاء. نتمنى منكم أيضا تأجيل أي نشاط بحري، وديروا بالكم إخوان الحداقة وأيضا مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة، فرص الغبار راح تكون واردة، وتراجع الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة راح يكون وارد، فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق راح تكون في يوم الاثنين، وأيضا في يوم الثلاثاء الرياح راح تكون سرعتها تقريبا من 25 إلى 60 كيلومتر في الساعة خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة. يوم الأربعاء أيضا الرياح راح تكون شمالية إلى شمالية غربية، والرياح راح تكون نشطة بين الحين والآخر، تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، من 25 إلى 50 كيلومتر في الساعة. أيضا فرص الغبار راح تكون واردة 25 العظمى، والصغرى 15 درجة مئوية، انخفاض تقريبا في درجات الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، من 35 إلى 25 درجة مئوية في يوم الأربعاء. راح يكون الأجواء معتدلة، ما راح تكون يعني باردة، لكن اعتدال ملحوظ في درجات الحرارة في يوم الأربعاء، 25 عظمى والصغرى 15 درجة مئوية. الأجواء أكثر استقرارا في يوم الخميس، 24 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى كوس من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة مع عبور لبعض السحب بين الحين والآخر. أعزائي المشاهدين، موسم الشط انتهى، واليوم أول أيام موسم العقارب، وحالة من عدم الاستقرار راح تكون بسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية وتحولها إلى الشمال الغربي ابتداء من يوم الاثنين. نتمنى منكم تأجيل أي نشاط بحري بإذن الله خلال الأيام القادمة. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.